جرف الصخر، مو تمام؟ هذه قصة يراد لها كتب. طيب، هذه قصة هي المناطق التي لم يعد أهلها إلها. اليوم ابن جرف الصخر وابن العوجة وابن سليمان بيق مثلا يحق لهم أن يسكن، ابن العوجة يحق له يسكن تكريت، ابن جرف الصخر يحق له يسكن بغداد أو الحلة، يعني المانع مو أمني، ولكن لم نرى ولم نسمع بهكذا ظلم في كل الكرة الأرضية، أنه تحرم ناس من بيتها ماكو، العمل جاري ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. طيب، العوجة أيضا ممكن يعود أهلها قريبا؟ طبعا أكو تحرك عليها؟ تحرك قوي وحاصلين موافقات، بس مرات يعني يجي واحد يعني بخشم البرنة ويمنعك مع الأسف، ونريد نستعمل الطرق القانونية والحكومية، نتمنى من الحكومة، وبعد 100 سنة سيعودون أبناء هذه المناطق لمناطقهم.